السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة سودانية 24 محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة زي ما عودناكم دائما. إن شاء الله تنال رضاكم يا رب. حلقتنا لليلة حلقة خفيفة إن شاء الله حتعجبكم، هاشتغل فيها معاكم بسبوسة الحليب وحيكون معنا السمبوسة الهندية، وآخر حاجة حيكون معنا صوص ظريف كده للسمبوسة. مع بعض خلينا نطلع نشوف مكونات بسبوستنا ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا لبسبوستنا بسبوسة الحليب. بسبوسة الحليب مكونات بسيطة جدا، يعني شوية تغيير من البسبوسة اللي احنا قاعدين نشتغل على طول. هنا هيكون معنا حليب، وكمان هيكون معنا سمنة، وهيكون معنا سكر. دي هي مكوناتنا لبسبوستنا لليلة. يلا عندك كم خيار؟ الخيار الأول إنه أنت تجيبي معك حلة تخطي فيها الحليب وتخطي السمنة وتخطي كمان معك السكر، السكر طبعا هنا حسب الرغبة، وكمان معانا ملعقة من العسل وفانيليا هنا إذا كنت حابة تضيفي ضيفي. فبعد كده معانا كوبين من السميد. تعمل شنو؟ هتجيبي معك الحليب بعد ما ياخذ معانا غلوة اللي يكون فيها سمنة ونخد كمان فيه عسل ونخد فيه الفانيليا والسكر، بعد كده نجي نضيفه هنا معانا على طول على السميد. وفي كمان طريقة تانية انه تلخبطوا كل المكونات على الحليب، طبعا الحليب هنا حيكون معانا دافي. هنعمل شنو؟ هناخد هنا معانا مكوناتنا، هناخد هنا معانا بسم الله، هنخد هنا السمنة على الحليب وكمان هنضيف السكر وهنلخبط كل المكونات دي. قلنا الحليب هنا معانا دافي، هنجي نعمل شنو؟ هننزل عليه الفانيليا وملعقة العسل هنا، وحنلخبط كل المكونات دي مع بعض. ما كنتي حابة هنا معاك السمنة ممكن تستبدليها على طول بالزيت. بعد كده هننزلهم كلهم هنا على السميد، طبعا السميد اللي هو السمولينا دقيق البسبوسة، هناخده وحنبدأ ننزله هنا معانا بالتدريج بالشكل ده. هنبدأ هنا نحرك معانا لحد ما نشوف معانا القوام لسه تاني. بسم الله هنا هنبصه هنا طبعا معانا بس على طول. الفرن هيكون معاكي محمي على درجة 180، طبعا احنا بنقول بنبصه بس
عشان هو بسبوسة بالشكل ده. كده بقت معانا البسبوسة، طبعا ما حنحركها كتير. حابة انه تخطي معاكي، حابة تخطي معاكي باكن بودر، هيكون معانا حاجة بسيطة بس من الباكن بودر. انا عموما ما بحبز الباكن بودر في البسبوسة الا اذا كنتي انتي حابة يكون البسبوسة فيها ارتفاع في الفترة دي ممكن، او في الحالة دي ان انتي تضيفي معاكي هنا الباكن بودر. والشيرة كمان حتكون معاكي جاهزة اللي هي مقدار كوبايتين من السكر عليهم كوباية من الموية وعصرة الليمونة. شايفين ده هنا القوام اللي أنا عايزة أصله للبسبوسة، يكون معايا شكله بالشكل ده. هنا ده قوامنا لبسبوستنا اللي بالحليب، حليب وسكر وسمنة، هتبصيهم كده مع بعض. بعد كده هتحطي له ملعقة من العسل وملعقة من الفانيليا، هتجي تنزليه على طول على السميد أو السمولينا. هنجيب معنا هنا صينيتنا، هنكون طبعا دهنينها هنا معنا بسمنة أو بالزيت. هنبدأ ننزل هنا معنا الخليط. عندك مكسرات متوفرة ممكن تجيبيها على طول وتزيني بيها البسبوسة، أو تنتظريها لحد ما تدخليها معاك الفرن تطلع، بعد كده تقطعيها وممكن تديها الشيرة على طول وتبدي تزينيها معاك. شايفين القوام ده؟ القوام اللي أنا عايزاه لي بسبوسة الحليب، يكون معايا شكله كده، ما بيكون معايا خفيف، بيكون معايا متماسك في الشكل ده. يعني احنا الليلة اشتغلناها بالحليب السايل، ما كان متوفر معاكي الحليب السايل، كان متوفر معاكي حليب البودرة ممكن تشتغلي بيه على طول. تجيب الحليب وتحليه بشوية موية، برضو الموية تكون معانا دافية، وتكملي معاكي باقي الخطوات. هنا شكل بسبوستنا اللي أنا عايزاه لي الليلة بالشكل ده. طبعا بعد كده نبصه هنا كده معانا، زي ما بقول دائما بنضرب كده، وحنجي ندخله معانا الفرن على درجة 180 زي ما قلنا. أنا هنا عندي بسبوسة هنطلعها وهندخل بدالها ده على طول. بسم الله، هنا بسبوستنا تكون معانا شكلها بالشكل ده، وحندخل معانا دي على طول. طبعا بما انه احنا طلعناها معانا ساخنة قلنا على درجة 180 من فوق ومن تحت يكون شغال معاك على طول. بما انه احنا طلعناها معانا ساخنة هنبدأ نقطع معانا على طول بالشكل ده. هنا هنبدأ نقطعها وعلى طول هقوم أنا أسقيها معايا بالشيرة. حابة إنه تسقيها معاكي بالحليب المكثف ممكن. بعد كده هتعمل شنو؟ لأنه هي ساخنة قطعناها وحنسقيها، تقومي على طول تغطيها كويس، وممكن تدخليها معاكي الثلاجة لحد ما تبرد. شايفين هي متماسكة، هتبرد وبعد كده على طول هتبدي تزينيها وتقدميها بالهنا والعافية. أنا هنا طبعا برضو جبت معايا السكر، أديته شوية كرملته حاجة خفيفة كده علشان يدينا لون للبسبوسة. هنسقيها طبعا، هنا الشيرة معايا باردة والبسبوسة معايا ساخنة، هنقوم نسقيها على طول بالشكل ده. بعد كده عندك شوية مكسرات ممكن تبدي تزينيها على طول، أهم حاجة إنه أنت تغطيها كويس
علشان تحافظ على الطراوة والليونة حقتها، وكمان ممكن تدخليها معك التلاجة لحد وقت التقديم. شايفين هي حتمتص معانا كل الشيرة. الشيرة ما كنت حباها بالشكل ده، ممكن تشتغليها على طول شيرة عادية، بس أنا أديت السكر هنا عبارة عن كرملة بسيطة كده. دي كانت بسبوستنا للليلة، بسبوسة الحليب، اشتغلناها بطريقة مبسطة كده. فدي هنا ودخلناها معانا الفرن، قلنا حتكون على درجة 180 علشان نشوف كيف احنا حنقدمها ونشوف طريقة تزيينها. بس حنطلع لفاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظروا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا مع بعض بسبوسة بسيطة وخفيفة اللي هي بسبوسة الحليب، وشفنا قلنا انه بعد ما سقيناها وهي حارة سقيناها بشيرة باردة وهي ساخنة، وقلنا نغطيها بالطريقة دي. حنخليها كده لحد ما يمتص معانا كل السائل، بعد كده حنقدمها وحنزينها بالطريقة اللي انتي بتحبيها. هسه كمان عندنا سمبوسة ظريفة كده، هنشوف مكوناتها ونرجع لكم. شفتوا معنا مكوناتنا لسمبوستنا السمبوسة الهندية. أول حاجة أنا هنا قبل ما نشتغل مع بعض أو نشوف مقادير العجينة، هنشوف مقادير حشوتنا. أنا هنا الليلة هحشيها بالبطاطس، يعني حيكون معنا بطاطس مسلوق، هتسلقيه بطريقة عادية جدا. في النهاية أنا عايزاه مسلوق وعايزاه يكون معايا مهروس، يعني أنا هنا هأهرسه. هنجيبه يا إما تكوني أصلاً مقطعاه لمكعبات صغيرة وسلكتيه، بعد كده هتاخديه وحتجيبي معاكي بصل هتشوحيه في شوية زيت. حابة إنه تضيفي مع البصل كمان فلفلية خضراء ممكن تضيفيها على طول. المهم هنخلي معانا هنا بصلنا يدبل، بعد ما يدبل على طول هنقوم ننزل عليه كمان اللي هو شطة خضراء، ومعانا كمان بقدونس، ومعانا هنا زي ما قلنا البطاطس المسلوق، وعندنا كمان البهارات اللي انت بتحبيها او البهارات المتوفره معاكي. انا صراحه هاخد فيها بابريكا، هاخد معايا كاري، هنخد الملح، وهنخد اللي هو الفلفل، ممكن كمان الشمار والكزبره، بس الكاري والبابريكا هنا حيدونا نكهه جميله جدا. في كمان الزعتر إذا كنت حابة تضيفيه حيدينا برضو طعم جميل ونكهة جميلة. المهم بعد ما يتشوح معانا بصلنا، قلنا حننزل عليه على طول البطاطس اللي هو حشوتنا لليلة، وكمان برضو ممكن تضيفي معاك البازلة إذا كانت متوفرة. فهنا بطاطسنا وهنا كمان شفنا معانا. هنشوف معانا عجينتنا كيف حتكون. العجينة هنا عجينة سهلة وبسيطة، وكمان من الحاجات الحلوة اللي ما فيها مواد رافعة، يعني لا فيها خميرة ولا فيها باكنج بودر ولا فيها أي حاجة. هي عبارة عن شنو؟
عبارة عن 3 أكواب من الدقيق. هتجيبي معاكي الدقيق هتخطي فيه ورشة من الملح، وهتخطي كمان معاكي حبة البركة، حبة البركة، وكمان برضو هتخطي الكمون، الكمون الحب اللي هو الشمار الحب، ما هتخطيه هو مطحون. بعد كده هتلخبطي كل المواد الجافة دي اللي هو ملح وكمون وشمار إذا كنتي حابة، هتلخبطيهم مع الدقيق. بعد كده هتعمل شنو، هتدي معاكي ربع كوباية من الزيت، هتبسي كل الحاجات دي مع الدقيق. بعد كده هتنزلي عليهم كوباية من الموية، الموية تكون معاكي دافية، هتنزليها معاكي بالتدريج، هتفضلي تعجني كويس لحد ما يكون معاكي العجين متماسك. هتخليه يرتاح معاكي 10 دقائق. هو حيرتاح ما علشان انه هو يخمر، حيرتاح علشان انت ترتاحي بعدين في عملية التشكيل. هنا شايفين بصلنا، هننزل هنا عليه البطاطس على طول. طبعا هنا البطاطس هنهرده معانا هنا، هنبدا نكسر فيه كده، او ممكن زي ما قلت اذا كنت حابه انه هو يكون مقطع ممكن على طول تشتغلي بيه. فانا هنا هأهرسه معايا، هوطي هنا معايا النار، هابدا اهرس معايا هنا البطاطس. في ناس بتحب انه تضيف له صلصة، ممكن اذا كنت حابة انه هو يكون بصوص كده بالشكل ده. نجيبه هنا بعد ما هرستيه بالشكل ده، وقلنا ممكن يكون اصلا هو مقطع معاكي لمكعبات صغيرة. هنا ممكن ناخد كفاية ونكتفي بالبطاطس ده، هنزود عليه هنا اللي هو شوية زيت، هنضيف على طول معاهم هنا الشطة وكمان شوية بقدونس، هنبدأ نشوح على طول. قلنا حابة انه تضيفي معاك الفلفلية برضو ممكن. بعد كده هنضيف معانا هنا بهاراتنا، انا هنا هنا هضيف معايا من الفلفل، الفلفل الابيض او الفلفل الاسود زي ما انت حابه. عندنا كمان حاجه بسيطه من الشمار، وقلنا الزعتر هنا ممكن تضيفيه اذا كنت من محبي الزعتر، على فكره حيديه طعم جميل جدا. عندنا كمان البابريكا، قلنا البابريكا حلوه خالص في الوصفات الهنديه كمان بالذات. عندنا الكاري، وعندنا هنا من البهار المشكل حلو حيدينا طعم جميل، ممكن حاجة بسيطة من الملح. أنا هنا خدت ملح في البداية لسلق البطاطس، وحنلخبط كل المكونات دي مع بعض. دي كده حشوتنا بقت معانا جاهزة. قلنا حابة إنه تضيفي لها إضافات تانية زي البازيلا، ممكن كمان على فكرة جزر مبشور. يعني الإضافات الثانية دي أنتي اللي حتضيفي وتنقصي بالحاجة المتوفرة معاكي في البيت. هنا حشوتنا تقريبا خلاص كده بقت معانا جاهزة. هنمشي هنا نشوف طريقة لفنا للسمبوسة. طبعا قلنا إحنا هنخلي معانا هنا عجيننا يرتاح حاجة بسيطة علشان أنتي ترتاحي في عملية انه تشكليها. هنا هناخد بعد كده هنشوف معانا هنا كمان هنبدل عشان ناخد معانا هنا الزيت. طبعا زيتنا هنا لازم يكون معانا ساخن، زيت يكون معانا ساخن، هناخد وهنبدل معانا كده، نخلي معانا هنا زيتنا لحد مسافة ما احنا نشكل حاجة بسيطة. ودي هنا حشوتنا جاهزة، يلا بسم الله هنشوف كيف احنا هنشتغل معانا. طبعا انا هنا حوريكم ملمس العجينة كيف ده، هنا قوام او ملمس العجينة اللي انا حباها بالشكل ده، هو ده الملمس اللي انا عايزاه يكون معايا كده بالشكل ده.
هناخده هنبدأ نفرده. نبدأ نفرده معانا بالشكل ده. وممكن كمان تشتغليها معاكي على شكل دائرة كده. هذه كده هنعمل شنو؟ هناخد هنا معانا من النص هنقسم معانا بالشكل ده وهناخد هنا هناخد معانا كده هنا. يلا عشان اوريكم التشكيله، شايفين بعد ما قسمتيها معاكي بالشكل ده هتعمل شنو؟ هتجيبي معاكي الجزء اللي هنا والجزء اللي في الطرف، هتاخديهم بالشكل ده هتخطيه كده على بعض. طبعا هتبدي هنا تلزقيها معاكي كويس، انا بس عشان قاعده اشتغلها معايا هنا بجلوفز، فهتضغطي معاكي هنا كويس بالشكل ده. المهم انه هي تتقفل معاكي كويس خالص كده، شايفين؟ بعد ما تقفلت معاكي كده هتقومي تعملي شنو؟ هنجيب هنا معانا حشوتنا، هناخد هنا من الحشوة وهنبدأ نضيف الحشوة هنا على طول. طبعا الحشوة هتكوني سخية فيها كويس، شايفين؟ بعد ما أخدتي معاكي الحشوة هنا هنقوم نعمل شنو؟ هتضغطي في الجهة دي. بعد ما تضغطي معاكي في الجهة دي بالشكل ده، احنا ده طبعا هنا عايزينه معانا قاعدة، هتضغطي معانا هنا بالشكل ده، هتقومي تاخدي الشكل اللي انت ضغطتيه هنا هتبدي تقفليه مع الشكل ده، هتبدي بعد كده تقفلي معاكي السمبوسة بالشكل ده كده. هتتقفل معانا سمبوستنا، هيكون معانا شكلها كده. ده هنا شكل معانا سمبوستنا للليلة. طبعا انا عشان الجلوفز ما قادرة اتحكم في التشكيلة، بس هي معانا شكلها كده. هناخد تاني، هنمشي هناخد كده، وزي ما قلنا هتقفليها معاكي هنا كويس. بعد كده هنحشيها، طبعا زي ما قلنا زيتك يكون معاكي ساخن. هنحشي هنا كويس وهنبدأ نقفل زي ما قلنا من هنا، هنبدأ ناخد كده وهنقفله. بعد كده هتقفليها التقفيلة لحد ما تخلصي معاكي كل الكمية، هتحمريها على طول في زيت غزير، تحمير عادي جدا لحد ما يكون معاكي لونه ذهبي جميل. حلوة خالص وسريعة، وزي ما قلنا من الحاجات اللي ما بتاخد معانا زمن، وحلوة كمان ممكن تقدميها لأطفالك في المدرسة الصباح. تكوني على طول مجهزة معاكي الحشوة من بالليل، بعد كده تجي الصباح ممكن تشكليها بالتشكيلة دي وتدخليها معاكي الثلاجة، تجي الصباح على طول تطلعيها وتقومي تحمريها على طول وتقدميها لطفلك في الفطور. دي هنا كانت معانا بس مسافة ما انه هو زيتنا يسخن، هنبدأ نحمر معانا على طول هنا. باقي كده حاجة بسيطة ممكن نشوف معانا هنا، ابتدى. طبعا انا هخلص معايا كل الكمية، لا قلنا هنبدأ نحمرها لحد ما لونها يطلع معانا لون ذهبي كده جميل. في الفترة دي ممكن انا اطلع لفاصل بسيط كده، نرجع عليكم، انتظرونا. We'll be right back.
رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا مع بعض كيف اشتغلنا السمبوسة بطريقة ظريفة كده، حمرناها وطلع معنا شكلها ظريف وجميل. عشان احنا ناكل سمبوستنا دي بناكلها معنا بصوص، خلينا نطلع نشوف مكونات صوصنا ونرجع لكم. شفتوا معنا مكوناتنا لصوصنا، صوص السمبوسة الهندية، وعبارة عن شنو؟ عبارة عن بقدونس، ربطة كده من البقدونس، وكمان عبارة عن الشطة دي. العدد هيرجع لك انت على حسب حبك للشطة الخضراء. وعندنا كمان عصير الليمون هنا، وكمان معانا شوية شمار بسم الله، ومعانا كمان الملح برضو. بعد كده حابة تضيفي فلفل، دي حاجة بترجع عليكي. آخر حاجة هنا معانا الزبادي. صوص جميل على فكرة، ممكن يتاكل حتى مع الكبسة، البرياني بجميع أنواعه. يعني صوص جميل ممكن تعتمدوه كصوص للتغميز عموما. جاهز، صوص بسيط كده زي ما قلنا، هنقدمه قلنا صوص جميل لتغميزة السمبوسة. هنا ممكن اديه تزيين كده بسيط في البقدونس كتزيين. طبعا هنا كمان شايفين هنا ده، اذا كنتم متذكرين كيكتنا، الكيكة المخملية احنا اشتغلناها، واذا شفتوا كان طلعنا منه جزء متبقي، كان في جزء بواقي كده للكيكة المخملية، وقلنا شلناها معانا على جنبه. قلنا بعد كده حنعمل شنو؟ احنا خطيناها على جنبه وقلنا ممكن نشتغل بها اي نوع من انواع اللي هو الحلا. فانا ممكن تشتغليها حلا طبقات، ممكن كمان تشتغليها زي ما احنا عملنا هنا، عملنا معانا الطبقه الاولى من بواقي الكيكه المخمليه. بعد كده خدينا جيلي، خدينا هنا معانا الجيلي كده. طبعا بعد كده عملنا معاه تزيين كده بسيط للكيك، فعملنا هنا إعادة تدوير لبقايا كيكتنا. فكتزيين بسيط لأنه إحنا الليلة ما عندنا كده حلا غير البسبوسة، فعشان نزين به أطباقنا. فدي كانت أطباقنا لليلة، اشتغلنا أطباق بسيطة وسهلة، اشتغلنا السمبوسة الهندية، واشتغلنا كمان معاها الصوص، الحاجة اللي إحنا بنغمز بها على طول، وقلنا الصوص ده حلو خالص لأنواع الكبسات عموماً.
فكمان كان معانا بسبوستنا وشايفين هي لسه ما طلعت معانا، بس ده اللي احنا عملناه مسبقا. شايفين كيف حجمها؟ بسيطة وسهلة، من مكونات ان شاء الله تكون متوفرة معانا في كل بيت، حليب وسكر وسمنة. سمنة طبعا ممكن الجمادة كمان احنا نستخدمها على طول. بعد كده اضفنا حاجة بسيطة من الفانيليا، لخبطنا كل المكونات وبسيناها بس بسيط كده مع السميد او دقيق السمولينا، فدخلناها معنا الفرن وقلنا اذا طلعتيها هي ساخنة ممكن تسقيها بارد، اذا كانت الشيرة حارة تسقيها بالبسبوسة تكون معنا باردة. فدي كانت حلقتنا لليلة، ان شاء الله يا رب نالت رضاكم واعجابكم وجربوها وحنتظر فيها رايكم، وانا انتظروني في حلقة تانية ان شاء الله. اخليكم في امان الله.